كبير لقلعه البطولات والكؤوس الاهلي النادي الملكي الامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز. لا يزال البعض بحسن او سوء نيه يصورون هذا الرجل على في هذه الحالة. إذا ما هذه الحبة السحرية الشرف الأندية الأخرى يظلم تاريخ الأمير خالد مع الأهلي، فهو الذي بدأ لاعبا منذ أن كان طالبا في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدها محب وعاشق للأهلي وعامل مشترك في دعم جميع الإدارات بشهادة جميع رؤساء النادي الأهلي في التسعينات وحتى اللحظة التي يرأس فيها الأهلي الأمير الشاب فهد بن خالد. تعليق. يعني طبعا انا اتفق تمام الاتفاق مع الاستاذ خالد القاضي في عمليه الحديث عن الامير خالد بن عبد الله.